إرساء رؤية علمية حول مفهوم السيادة الرقمية في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة، أبرز ما توقف عنده المشاركون في الملتقى الدولي حول السيادة الرقمية المنظم من قبل جامعة الجزائر 3. وزير الاتصال وخلال إشرافه على افتتاح الملتقى أكد أن السيادة الرقمية تتصدر أجندة الدولة، مبرزا أن تحقيقها يستدعي تكاتف جهود الجميع. أصبحت قضية الرقمنة التي تعني من بين ما تعني السيادة الرقمية أصبحت تتصدر أجندة الدولة الجزائرية. تحقيق السيادة الرقمية ليست عملية سهلة، عملية شاقة ومتعبة ومكلفة، فهي تتطلب توفير العديد من العناصر، وأحيانا ليست سهلا توفير هذه العناصر. العنصر الأول هو العنصر المادي الذي يتمثل في الوسائل. ثانيا يتطلب أيضا هذا المجهود صناعة المحتوى، حتى لو كانت لدينا الوسيلة، إما المحتوى، والمحتوى قد يكون أخطر. اللقاء كان أيضا فرصة للتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لنشر الوعي في أوساط مستخدمي الفضاء الرقمي. اليوم أضحى من المهم جدا أن نمتلك مؤسسات تكوين متخصصة من أجل الحصول على تربية إعلامية، تربية رقمية يمكن من خلالها وضع حد لمختلف هذه التهديدات. الملتقى الذي عرف مشاركة عديد الهيئات والأساتذة الجامعيين من عديد الدول كان مناسبة أيضا للتأكيد على ضرورة تعزيز البنى التحتية والتشريعات في مجالات الرقمنة من أجل أمن وحماية البيانات الرقمية. عندنا القانون 1807، قانون 1807 يحدد القواعد التي تسير حماية البيانات وتأمينها. حماية المعطيات تعتبر هي اللبنة الأولى التي يكون منها الانطلاق. لا يمكن أننا نمشي في الرقمنة ولا نعير اهتمام واعتبار لحماية المعطيات والبيانات. بتكاتف الجهود ورفع مستوى الوعي تسير الجزائر نحو تأسيس أسس صلبة لتحول رقمي آمن سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للبلاد.